بهدف تفعيل دور البرلمان التشريعي والرقابي وكذا التنسيق مع كل الدوائر الوزارية، استفادت إطارات من البرلمان بغرفتيه وإطارات من مختلف الوزارات من ورشة تكوينية لتوحيد مناهج متابعة العمل البرلماني من تنظيم وزارة العلاقات مع البرلمان. توخى دائرة الوزارية من تنظيم مثل هذه الورشات الوقوف عند الصعوبات الميدانية التي تطرحها مهمة متابعة العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي ومحاولة تذليلها ومعالجتها. إن الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين هذه المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة عميقة ونوعية، والتي تضمنها مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية. تفعيل آليات الرقابة البرلمانية وضبط نقاط الاتصال بين الحكومة والبرلمان من خلال الرد على انشغالات النواب من شأنه الارتقاء بالعلاقة الوظيفية التي تربط الطرفين مستقبلاً. ركزنا من خلالها على مبدأ التضامن الحكومي وكذا مبدأ توحيد مناهج تدخل أعضاء الحكومة على مستوى البرلمان، لا سيما ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وكذا تقديم برامج السياسة القطاعية على مستوى اللجان الدائمة، وهذا كله في ظل احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات. الاستعداد لما ينتظر الإطارات القطاعات الوزارية المعنية من مهام تكون وتيرتها أسرع، بمعنى واجباتهم تكون أكثر وما سيطلب منهم أكثر، ولهذا ينبغي مساعدتهم من خلال هذه الدورات التكوينية بحضور الممارسين بحضور الخبراء. التأسيس لمسار ديمقراطي ووضع مقاييس جديدة بضمان الفصل التام والمرن بين السلطات هو رهان المرحلة المقبلة لتمكين كل مؤسسة من ممارسة مهامها الدستورية المنوطة بها.